بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ان شاء الله هنكمل مع بعض شابتر 17. هيبقى فاضل لنا دلوقتي جزئيه الالرت. طبعا زي ما احنا شايفين انا عندي هنا اوبشن اسمه الالرت. انا اوريدي كنت عامل واحد كده مثال جاهز. يعني انا لو عايز اعمل الالرت هقف على كلمه الالرت دي واضغط على زر كرييت. هفتح كده زي ما احنا شايفين. هيقول لي والله الالرت اسمها ايه، سيبها على اسم الديفولت او غير اسمها زي ما انت محبب. هنا بيقول لي التايتل. طبعا التايتل يفضل ان هو يكون باسم المشروع بتاعك، وليكن مثلا مشروع شؤون العاملين او شؤون العاملين. اوكي، بعد كده بيقول لي المسج. وليكن مثلا انت الالرت ده هتبقى عامله سي مثلا عشان خاطر لما اليوزر يعمل عمليه كلوز للفورمه يقول له هل تريد الحفظ ام لا. وليكن هو طلع له رساله هل تريد الحفظ. كده انا فعلا عملت له ايه التايتل، هيبقى مكتوب فوق كلمة شؤون العاملين المسج نفسها هل تريد الحفظ. هنا بقى بيقول لي الالرت ستايل. عندي ثلاثة ستايل. ستوب، ستوب يعني توقف. طب دي بعملها امتى؟ لو سي مثلا هو حاول يضيف موظف اوريدي هو موجود قبل كده، فهتطلع له ساعتها رسالة كده تحذيرية مكتوب عليها كلمة ستوب وعليها رمز الستوب. عندي حاجة اسمها كيوشن. كيوشن دي اللي هي عملية تحذير. لو زي مثلا في حالة ان هو بيدوس ديليت بيقفل بيطلع له رسالة وليكن مثلا انت فعلا حابب تعمل ديليت يس اور نو، انت عايز تعمل عملية ديليت اه ولا لا. وعندي نوت. نوت طبعا دي مجرد ملاحظات او عنصر ملاحظات عنصر نوت. هجرب لكم دلوقتي حتى جزئية النوت. اوكي، هنا بيقول لي البوتوم 1. انا هعمل ده وليكن ان هو لو عايز لو هو خارج عايز يحفظ ولا لا. فبيقول هنا البوتوم 1، هقول له والله البوتوم 1 وليكن مثلا اوكي او يس او نو. هخليه ده اوكي. التاني نو. البوتوم التاني اللي هيظهر عندي في الالرت نو. البوتوم التالت هيكون زرار كانسل. بيقول لي هنا الديفولت. ايه هو الديفولت بتاعك؟ هقول له وليكن بوتوم 1. يعني باي ديفولت كده لما يجي على الالرت يكون الماوس واقف كده عند بوتوم 1 اللي هو بوتوم الاوكي. حابب بقى عندك فيجوال اتريبيوت تطبقها، طب عندك كلر، طب عندك فونت ستايل، الكلام ده كله. يبقى دي اول مرحله لعمليه الالرت. اول مرحله لعمليه الالرت اللي انت بتنشئ الالرت وبتعمل لها عمليه ديزاين. طبعا انا اوريدي كنت عامل واحده جاهزه زي ما احنا شايفين كده، مشروع شؤون العاملين هل تريد الحفظ، وطبعا الرسائل زي ما احنا شايفين كده اللي هي يس ونو وكنسل، والديفولت بخليها بوتوم. طبعا حابب تعمل كلر زي ما انت عايز بقى، باك جراوند او فور جراوند كلر زي ما انت محتاج. اوكي تمام. طب الالرت دي هتحصل امتى؟ هتحصل لما انت تستدعيها. يعني انت اوريدي صممت الالرت. طب الكلام ده هيحصل امتى؟ لما انت تندع على الالرت دي. طب نشوف ازاي نندع عليها. عندي هنا زي ما احنا شايفين في تريجرز اسمه وين ويندو كلوز. لو ضغطت هنا على وين ويندو كلوز، طبعا ده احنا عرفنا قبل كده ان التريجر ده لما بتيجي تعمل علامة الاكزت بتقفل من خلال الويندو. طب نبتدي نشوف كده. يبقى انا هستدعي الالرت ده عامة لما اعمل عملية الوين ويندو كلوز. طب ازاي؟ بيقول لي الالرت ده انت عندك بوتوم 1 وبوتوم 2 وبوتوم 3. كل بوتوم من دول ليه فاليو معينة، ليه رقم معين. يعني بوتوم 1 الفاليو اللي بتترمي جوه الفورمه رقم 88، بوتوم 2 89، بوتوم 3 رقم 90. فبيقول لي والله انا هعمل ديكلير لمتغير وليكن سميته في ونوع نمبر على اساس ان ده اللي هيترمي فيه قيمه البوتوم اللي انت هتضغط عليه 1 او 2 او 3. بيجن قال لي هنا اف سيستم دوت فورم ستيتوس ايكوال تشينجد. لو انت حصل عندك تغيير في الستيتوس بتاعه الفورمه، يعني عملت ابديت او ديليت او عملت اي اوبشن عندك زين تمام، اعمل بقى يلا ابتدي ادي لل حط جوه المتغير اللي اسمه الفيدا اساين فاليو لي الشو اليرت الاي 1 اللي انت عاملها اللي هي فيها اوكي يس نو كانسل تمام. وبعد كده هقول له اف ان الفي ايكوال اليرت بوتوم 1 لو الشخص داس على بوتوم 1 تمام زين اكزيت فورم دو كوميت. يبقى اكزيت فورم واعمل ايه كوميت. هو الزرار بوتوم 1 كان اصلا كان ايه كان يس. طب else if لو هو داس على البوتوم 2 then exit form no validate اقفل الفورم وما تعملش اي حاجه اللي هو زرار نو.
وبعد كده اند اف. اند اف طبعا دي بتاعت الاف الاولانيه. else غير الاف دي وغير الالس اف تمام بيقول لي نال، ما تعملش اي حاجه، اللي هو البوتوم الثالث يعني، لو داس عليه ما تعملش اي اكشنز تمام، اللي هو اقف مكانك اللي هو زرار كانسل. وبعد كده اند اف طبعا بتاعت الاف اللي هي الثانيه دي زي ما احنا شايفين، وبعد كده اند. اوكي كومبايل طبعا انا اوريدي اصلا كنت عامل كومبايل للفورمه ومظبط كل حاجه مسبقا. لو عملت دلوقتي عمليه رن للفورمه اوكي هتترن فعلا دلوقتي الفورم قدامي زي ما احنا شايفين. هعمل اكسكيوت كويري وليكن، هعمل اي تغيير وليكن ان الموظف ده بدل المدير بتاعه 200 هخليه 100. مجرد ما نضغط على زرار الاكزيت ده خلاص، انا مثلا دلوقتي هو الراجل اللي عمل التعديلات اللي هو عايزها وخلص شغله بشكل كامل. مجرد ما يعمل اكزيت هتطلع له الالرت بيقول له هل تريد الحفظ، يس ولا نو ولا كنسل. بص لو دس على كنسل هيفضل في مكانه زي ما هو. طب لو دس هنا تاني قال لي لا نو ما انا مش عايز احفظ، يبقى هيخرج من غير ما يعمل عملية سيف. طبعا لو دس على يس يبقى هيعمل عملية حفظ. اوكي طيب انا دلوقتي فعلا عملت نو، مجرد ما هبص على زرار النو ده مش هيعمل اي تغييرات زي ما احنا شايفين وقفل لي الفرن. اوكي طبعا احنا لسه شايفين دلوقتي شكلها، وهي طبعا الستايل بتاعها كان اي ثينك انا كنت عامله الكيوشنز. لو قلت له نوت وعملت كومبايل وعملت رام مجرد فعلا ما اعمل اي تغيير على مستوى الفورمه، اعمل اي حاجه بسيطه كده اوكي، مجرد ما اعمل قفل ده شكل النوت، ده الستايل كده بتاع النوت زي ما احنا شايفين. الستايل التاني الاخير اللي هو الستوب ده طبعا بقى المفروض زي ما انت شفت الستايلز كده المختلفة تطبق. والله انا عايز تعرف المستخدم بتاعك ده الشكل بتاع كذا، يعني تشوف ايه الشكل الدارج للعملية نفسها، سواء مثلا عملية تحذير أو ملاحظات أو ايه بالظبط. ده الستايل زي ما احنا شايفين كده بتاع الستوب. اوكي ده كده طبعا مثال، انا هعمل لكم اوريدي مثال تاني جاهز زي ما احنا بنشوفه مع بعض. عملت هنا alert اسمها my alert. my alert دي ملحوظة زي ما انتم شايفين، اولا ما فيهاش مسج، ده هي موجود فيها كلمة بسيطة جدا اسمها my applications تمام، والستايل بتاعها كيوشنز، وما فيهاش اي بوتون موجودة زي ما احنا ملاحظين. ايه ده، هو ما هيطلع شكلها عامل ازاي؟ انا عملت حاجة بسيطة جدا، انا عملت هنا مجموعة بوتون F4 سوري F1 اسف F2، عامل هنا مجموعة بوتون وعامل جوه تريجرز وين بوتون بريس، وزي ما انتم شايفين كده الزرار ده طبعا كان اسمه اكزيت تمام، في اخره خالص ان هو هي اكزيت الفورم تمام، يعني لما العميل هيدوس عليها هي اكزيت الفورم. بص بقى هنا الفكره كلها ايه، قلت له هنا طبعا عرفت متغير نمبر نفس القصه بالظبط، قلت له هنا سيت الالرت بروبرتي ماي الرت اللي هي الالرت اللي انا كنت عاملها اسمها ماي الرت، وخلى المسج بتاعتها ار يو شور تو اكزيت. ما انا عملت الرت واحده، خلي بالكوا هنا انا عندي زرارين او ثلاثة او أربعة او خمسة او 10، يا ترى هتقعد تعمل بقى خمسة الرت او 10 الرت او 20 الرت؟ اكيد طبعا لا، يعني ده مش عقل خالص، يعني انت يبقى الفورم بتاعتك فيها 15 الرت او 20 الرت كده، امال ايه بالظبط؟ لا انت هتعمل الرت واحده ومش هتحدد مسج جواها في اثناء الديزاين، وهتقول له كده والله لما يضغط على الزرار اللي هو اكس ده سيت الالرت بروبرتي، خلي البروبرتي بتاعت الالرت اللي اسمها ماي الالرت اللي هي المسج بتاعتها المسج تكست بتاعتها خليها كذا، ار يو شورت تو اكزيت، انت متاكد ان انت عايز تعمل اكزيت تمام. وبعد كده بيقول لي سيت الالرت بروبرتي الالرت ماي الالرت البوتوم 1 خليها بيس،
ده كمان حتى بدل ما تعملها ثابتة دي مرة يس ومرة بنو ومرة مثلا هل تريد الحفظ نعم او لا، او يعني بدل ما تبقى يس او نو او نعم او لا او ترو او فولس او اي حاجة، لا ده انت بتغير الليبل كمان جوه الكود. اوكي، فقلت انا هنا سويت الالرت بوتوم بروبرتي ماي الارت، البوتوم 1 خلي الليبل بتاعه بيس، والبوتوم 2 خلي الليبل بتاعه بايه بنو. وبعد كده قال لي والله حط بقى جوه الفي شغل سوري اللي هي الشو اليرت دي اللي هي الما اليرت، قال لي اف ان الفي اليرت بوتوم 1 زين اكزيت 4 بعد كده اند اف. طب لو دوس على نو مش هيعمل اي حاجه. اوكي، انت طبعا لو كنت عايز تبرمج بقى تقول له اف ان لو دوس على بوتوم 1 هتعمل كذا، لو دوس على بوتوم 2 هتعمل كذا، لو على بوتوم 3 هيعمل كذا، يبقى الالرت دي هيظهر فيها كام زرار كام بوتوم؟ اتنين، واحد يس واحد نو. نو لو داس عليه مش هيعمل اي حاجة. كنت هقدر طبعا هنا اقول له إلس، إلس نل، يعني لو مختارش اي حاجة ما تعملش اي حاجة خالص. او طبعا انا ما كنتش اوريدي كتبت عندها كود اوريدي كده كده هتبقى حاجه نول. طب لو بصينا كده على الزرار اللي اسمه سيف وان بوتوم بريس، هنا ايه الكود الطويل ده؟ ما تتخضش منه، هو كود واحد ومتكرر. قال لي هنا والله اف ان الامبلوي اي دي از نول، لو الامبلوي ده اي دي ده كان بنول تمام، خلي المسج اللي هتبقى في الالرت اسمها بليز انتر ذا امبلويز نمبر. يعني ده من الاخر كده انا بقول له ايه، انت ده هيدوس على زرار سيف، فطبيعي طالما هتسيف حاجة يبقى لازم يكون الامبلوي اي دي هيكون في فاليو معينة، مش ينفع تكون بتسيف بلوك وليكن او فورمة موجودة قدامك عليها موظف والموظف ده الاي دي بتاعه مش موجود، فهتطلع له الرسالة دي وهتخلي عندك زرارين، واحد بوكي والتاني طالما قال لي كلمة نال دي يعني معنى كده ان هو مش هيبقى موجود اصلا. وقال لي هنا شو بعد كده طبعا شو alert، وبعد كده قال له هنا go item ال employee id raise form application raise form trigger failure، يعني لو ال id ده مش موجود هتقف بره تطلع بره الفورم خالص و end F. وبعد كده نفس القصة، اكيد مفيش موظف وردك ملوش last name فعمل نفس القصة على last name زي ما احنا شايفين كده. الكود بسيط جدا، وفي الاخر خالص لو اتاكد ان كل الحاجات دي مش بنال هيعمل عمليه الكومنت. طبعا لو دلوقتي كده فعلا حاولت اعمل كومبايل ورن، حاولت اعمل عمليه رن للفورما جو ايرورز، في ايرورز معايا. اوكي، هو هنا طبعا زي ما احنا شايفين هو اوريدي كان عامل برضك هنا اتنين تريجرز. اوكي، كان عامل تريجر اسمه اون مسج واون ايرور زي ما احنا شايفين. اون مسج ده تمام اللي احنا خدناه في الامثله اللي فاتت، لو حصلت المسج اللي هي رقمها 40301 او 40350 هتطلع رساله كذا، لو حصلت المسج اللي هي كذا تطلع رساله اللي هي بكذا. ونفس القصة on errors. اما ايه السبب في ال errors اللي طلع ده؟ ان هو بيقول هنا اعمل عملية insert ضيف في جدول الكذا، واوريدي طبعا انا عملت كومبايل مفيش اصلا جدول، انا كنت عامله بالمسمى ده عشان اوريدي طبعا الكود بتاعي اتنفذ. دي كده يا جماعة باختصار بسيط قوي قصة alert، ومعاكوا امثلة عملية. الفكرة كلها يعني نظام طبيعة الشغل، يعني لما هنيجي نشتغل في حاجة زي كده هنعمل ايه؟ انتوا اوريدي عندكم اكواد جاهزة اللي هي بتاع السيف وبتاع الاكزيت وبتاع الالرت وهكذا، والاون مسج والاون ايرور، كل اللي انت هتغيره بس الفاليو، يعني الفاليو بتاعة الايرور هتحطها مكان الرقم اللي موجود، يعني مش هتعمل حاجة زيادة عن كده. تمام، يعني الفكرة كلها ان لما تيجي تشتغل بشكل عملي انت اصلا يعني من كتر شغلك هتحط تعمل عندك كده مكتبة أكواد، يعني تاخد مكتبة كود كده أو فورمة تحط فيها كل الأكواد اللي انت عايز تشتغل عليها، كل اللي انت تعمله بعد كده تاخد كوبي وبيست مش أكتر. لكن مش هتبتدي بقى كل مشروع أو كل شغلانة تشتغلها تبتدي تقعد تكتب من الأول وجديد كود. بكده نكون خلصنا جزئية الألرت، أتمنى إن شاء الله إن هي تكون طبعا
الشرح مفهوم بالنسبة لكم. السلام عليكم.